اهلا بكم متابعي قناه فروم روكو في نشره اخباريه جديده وهذا ابرز عنوانها معاناه المتقاعدين من الزياده في الواجب الكريه تصل البرلمان ولن الى تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناه ويعجب بالفيديو وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكيه بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه حول معاناه المتقاعدين من الزياده في الواجب الكرائي ككل ثلاثه سنوات واوضح حمون ان القانون وأوضح حمون أن المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 1267 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنة أو الاستعمال المهني تحدد كيفية مراجعة الواجب الكرائية وطبيعة هذه الزيادة في 10% بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني و8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنة البرلمانية إلى أنه لا يمكن الاتفاق بين المكتري والمكري ضمن شروط العقد على هذه المراجعة إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة وآجل انتهائها وبالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون وإذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين وأكد على أن فئة المتقاعدين المجمدة وجورهما التي تظل محدودة فإن الإلزام بالزيادة في السوم الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8% كل ثلاث سنوات يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين وقد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى ثلثين أحيانا ويعيق الالتزام بالأداء وبالتالي يتم اللجوء إلى القضاء ويثقل كاهل المحاكم بهذه الملفات وتسأل حول مدى تفكير الوزارة أو مدى إمكانية تجاوبها مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل هذا القانون من خلال تحديد عدد مرات الزيادة وتثقيفها في كل خمس مرات ارتباطا بوضعية المكترية الاجتماعية كمتقاعد بالنسبة للمحلات المعدة للسكنة وكذا تخفيض هذه النسبة من 8% إلى 4% كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6% بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8% للزيادة الخامسة والأخيرة